قضية اليوم باش نتناولوا فيها جريمة من أبشع الجرائم اللي تناولناها في برنامجنا هذا إلى حد اليوم. باش نسلط الضوء كذلك على ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع التونسي ككل، وهي ظاهرة الإدمان على المخدرات. باش نشوفوا كيفاش السم القاتل هذا ينجم يحول إنسان من شخص عادي كأيها الناس إلى وحش قاتل يمكن أنه يقتل ضحيته بدون أي شفقة أو رحمة. صرا انت الصباح جيت نخدم، جيت نلقى المرأة ميتة. كيفاش؟ ما الله أعلم كيفاش. اتصلت بنت الهالكة بأمها على الساعة 7:30 نتاع الصباح باش اتفق معاها باش تجي للدار ويقعدوا مع بعضهم، لكن أمها ما جاوبتهاش على التليفون. قعدت تنتظر بعض الساعات وهي قاعدة تداول في دراستها، ومع الساعة 10 صباحا عاودت اتصلت مرة ثانية. هي متفاهمة هي بنتها باش تمشي لبنتها للمكتب، لكن بنتها تطلب فيها ما جاتهاش. طلبتها بنتها برشا مرات، شكت ثمها شبيها لعالة داخل في الدار. جات بنتها حكيت لحداش ونص نشوفي بنتها، أنا نشعل في كانون وشتاكي من توا كتبخنس. شوفي بنتها جات، هي زوز بنات وولد في كرهبة، عادت من برا يما ما نوقصت ما فهم حد شيء. من بعد حلت الباب ودخلت. صاحباتها الاخرين معناها كي شافوا وش الروح ولا حاجه ولاو يردوا، فهمت؟ خرجوا. في الحين اطلقت عقيرتها للسياح، ف التحقوا بها الجيران وقاموا باعلام السلطات المعنيه. خرجنا نتشرى وش فما قلت ما انت تجري وراي ما مقتوله. انا كي جيت دخلت مع البوليس قال لي تعرفيه؟ قلت له تنعرفها. تنجمي تدخلي؟ قلت له نجم ندخل. دخلت نلقى المراه مطيشه تحت عطرشيه، وجهها مضروبه، لابسه الحوايج نتاعها من فوق من لوطه، لا فهمتني، مطيشه خزر. قلت له هي كي دخلت القهوة فوق الكهرباء بتاعها، ثم سبركة مكسرة، ثم يد راكلات مكسرة تحامي بهم على روحها، أكيد هذه ظاهرة. الحجر اللي قتلها بيه عندها هي في دارها مزينة بيه، حجر منيب هذاك نتاع البحر، ذاك اللي قتلها بيه في وجهها ضاربها، فهمتني، عندها ضربة لهنا صحيح. هي ميتة المرأة ممكن من 7 تاع الصباح، جاوك الجمهورية محسوب مع حكاية 9 تاع الليل، ومرأة مرمية كيكة ملوحة. جات أختها، جات وكالة الإسعاف. جاتنا نهار 19 ديسمبر 2002،
عمرها 55 سنة، وقالوا لنا لقاوها في الجردة تاع دارها في جيت رواد توفية، فما دم كايا في الجهة هذيك. نهار عشرين قمنا بالفحص الجثة وتشريحها، واتضح دونك لقينا صحيح علامات رذوذ وخدوش وجروح على وجهها وعلى راسها، تراس تاع دم معناتها على سنيه مي مش في وجهها. ولقينا ظاهريا فما طعنات آلة حادة في أسفل البطن. دونك بيان سور الفحص الخارجي ما يكفيش، قمنا بتشريح الجثة، و ناحية في الرأس لقينا صحيح جروح على مستوى جلدة الشعر يعني في الرأس، آلة راضة يعني بحجرة ولا بحاجة من النوع هذايا، وما فماش كسور في الرأس، لكن فما نزيف داخلي بسيط معناتها مش كبير يعني مراجي من هجي مش كبير ياسر معناتها ماهيش قاتلة حينية. على مستوى الرقبة هنا نلقاو عدة كدمات ديزيكيموز يعني داخل الرقبة في الأعضاء بتاع الرقبة عضلات الرقبة، ولقينا كسور يعني فما عظام صغير في الرقبة الفوق قبي سمى العظام اللامي هذا لقيناه فيه كسر فهمتني. دونك العلامات هذه كلها تدل على عملية خنق، بما انه فماش حز دونك خنق ماش بآلة خنق باليد. شنو سبب الوفاة في الحالة هذه؟ واضح بالنسبة لنا هي عملية الخنق، يعني الخنق لقينا عدة ردود وكسور مستوى الرقبة، وهذايا مع احتقان في الجسد في أعضاء الجسد يعني الأسفيكسيا علامات الأسفيكسي. دونك العلامات هذه نجم نخرجوا بالنتيجة كونه الوفاة ناتج على عملية خنق باليد، بالرغم اللي ظاهريا تظهر خاصة الأضرار على مستوى الرأس والوجه هم اللي قاتلة، لكن العنف اللي تسلط على الرأس وعلى الجمجمة على المخ يعني غير قاتل. وفي غياب أي دليل قاطع يمكن أن يوصل الشرطة أنها تقبض على القاتل، قامت الشرطة باستدعاء جميع المتساكنين اللي قراب من منزل الهالكة ربيعة، قاموا باستدعائهم وبالبحث معاهم ليلة كاملة. عيطوا لجارتي دي خطرية متعاركة وياه وهدتها بالموت. اللي المتهم الاول فاطمة ورجلها اللي هما معناها هذاك كان اول من تعرف عليها وخدم لها جنين وكذا، واللي هي هددتها بالقتل اذا ما تبعدش على رجلها، وعملوا التزام ومحضر في المركز بتاع روي، معناها هذه حاجه اثبات تدل عليها. عندنا محضر احنا في المركز، شكات بيا هي لأن هددتها بالقتل تعركت وياها بغش أنا كلمة قلتها فهمت، بهذاك بس شكوا بي وهزوني إلى المنطقة. في المنطقة قال يقول لي كيفاش قتلت يا ولدي يهديك كيفاشني، قال لي قتلت أنت بنتها، قالت ما تعرك أنت وياه، أنا ما تعرك وياه ممكن ما قتلتهاش، قال لي لا قتلت. حومة كاملة اللي خدم لها واللي وصل لها حاجة واللي أي عمل أي جيست فهمني مشي بحذيها ولا حتى أتكلم كلها مشيت لهنا في الإقليم اللي هي توا ولد إقليم كانت وقتها ذيك المنطقة متاع عريان فهمني، الكلها تاع الحومة هذه كلها موجودين غادي، والناس اللي جاية تخدم بعيد براينية معناها جاي يخدم من بعيد من ولاد كذا ولا كذا هذا ما كلها زوم للجورجاني فهمني يبحثوا فيهم غادي. ولما كانت الشرطة تستجوب في الناس الكل اللي هزوهم للمركز اتفاجئوا بخبر غريب نوعا ما، انه وقع القبض على القاتل مكرم في منزل الضحية.
بصفتنا احنا حومة كاملة موجودين، الرجال كلها بتاع حومة كاملة موجودة، شكون المظهورش في الحومة مازال مظهورش؟ هو مكر. وين مشي يا مكرم؟ فين مكرم مشي؟ شنية العمل وين وما عادش يبين؟ حاسير هكيكا وجاني بوه في وسط المنطقة قال لي حما راني عندي إحساس يقول لي اللي ولدي هو اللي عمل العمل. هو من عام 81 مش كبير ويستعمل في دول عصا، وامه ديما تزفير سبيطار الراس ديما يستعمل، معناها كل 20 يوم شهر 15 يوم مسروح شد وصرع تهز، وديما تداوم له بالدواء. بالنسبة للطفل مكرم هذايا من اللي هو صغير هو عنده صرع، والصرع هذايا معناه من معاملة بوه كيف ما نقوله نحن، يضرب فيه هو ديما من اللي هو صغير نافر، ما هو أصل فني حتى قال ما هوش ولدي. إذا كان غاب القانون في العائلة ما فماش حدود من طرف الأب خاصة، فهنا لابد باش يقع معناها عدم توازن لدى شخصية الطفل والمراهق أو غياب العاطفة، وهنا يولي المراهق ولا الطفل يلتجئ إلى الشارع. نمشي لأم والسيد نقول لها علي ضيعتي وليدك كي يكون، تقول لي فوسية ذاك راهو حسبي واحد من ولادك، راني نظر ناكل عليه في الضرب وصالح ديما يعذب فيه وطردوا يبيت في الشارع. بالنسبة لمكرم وليد صغير كان يقرأ، خالت الأولاد عطا كالسسمة الكولا ولا شو بيقولوا لها، بوه يطردوا حماته المرأة ذي عندها تز فيه معاها بكرهبتها تخرجوا، تعطي فيه تعلم في السياقة معاها بالكرهبة، معناها حضنته فهمتني. سمعنا بيه تعرف عند المرأة ذي نزاه بوه جنينة نتاح صالح الجنينة نتاع نزاه، هاي هي طمنته بخدمة ولا شنو، بعد ردته باش تاخذ له البرمي وحطته الشوفر نتاعها، بشوي بشوي ولي بيت عندها فهمت، غرمته بالفلوس وقتها عمره حكيت 17 18 سنة، معناها هي عزوز عمرها 57 تو تعمل 68 سنة ملي ماتت، مي صغيرة معناها. هذا الوليد معناه ما في بالوش انه فما عاطفة، يعني هو على ريشيرش يبحث عن عاطفة، وعندما لا يجد العاطفة ولا يجد قوانين وحدود معينة في ذهنه فهنا تطلع شخصية غير سوية، طبعا تدخل في أي حاجة يلقاها في الشارع ينجم يعملها. محروم من كل شيء تصوره في أنت في بالك، يلقي شكون يحن عليه، شكون معناها يعطيه فلوس يدور به كذا، من متفرهد ساكن مرتاح. أمه في الليل يجي يروح لأمه في الليل تخرج المساكن الماكلة بالسرقة وكله تقوله بكرة ولا هنا يعاود يهج. بحكم أنه مكرم كان متعارك هو بوه قرر انه ما يروحش للدار، مشى لبلاصه مهجوره كان متعود في بعض الاحيان كي بدا متعارك هو بوه يقضي فيها الليله يبيت فيها، لكن بحكم اني كانت الليله بارده ياسر والبرد كان قاسي ياسر ما نجمش مكرم يبيت في البلاصه هذيك، جاتو الفكره انه يمشي ويبيت في الكهرباء نتاع جارتهم. مشال دارهم ودخل الجردة متاع دارهم وتصور طلع فوق السور الفاصل بين دارهم ودار الضحية اللي هي الكربيعة، وهبط في الجردة متاع ربيعة وكسر الزجاج التيريني متاع السيارة حتى يتمكن
شو دخل في وسطها خاطر كانت مسكرة السيارة. لكن بعد نحو 5 دقائق تقريبا من دخوله للكهرباء فوجئ بالهالكة تقترب منه. وكانت شادة في ايدها كاس فخار ابيض فيه قهوة. هبط مكرم بسرعة من السيارة الا انه امام سرعة الواقع ما تمكنش باش يهرب، فحاول انه يتخبى بجنب الكهرباء. تفاجأت ربيعة كي لقات مكرم في السيارة متاعها. سألته عن سبب تواجده في السيارة. هبط مكرم بسرعة ومشى خذي الحجرة، نفس الحجرة اللي كسر بها باللار متاع الكهرباء. تسلح بالحجرة هذيك وضرب ربيعة على جبينها على الجهة اليسرى متاع الوجه متاعها. هو كبش وهي كبشت، هو كذا فهمني هيك فقد أعصابه عمل لكاية اضربها. في لحظة دماء كلها غطت وجهها، فقامت بتهديده وتوجهت إلى باب المستودع متاع السيارة الجراج في محاولة منها إنها تخرج من الجراج وتطلب النجدة. ما نتعيد تحب تدافع راحي باش تمشي تقلط على بنتها المكتب الصباح بكري. ولت هي من حرارة الروح متاحة تضرب فيها على وجهه، فهمتني؟ تضرب فيها على وجهه، ومن بعد هاربة تجري. قبل ما تهرب فهمني هي كي تضرب فيها كي هو يدز فيني قصت له صبعه، وهذا يتعض فيه لين قصته له صبعه، وهذا فهمني هذا هكي فكة بالضبط فهمني قصته له، ودي جاء فهمني ما وره لهم للشرطة ولجماعة مقاومة الإجرام فهمني، معناها قصت نصبة وهربت باش تعيط للجيرين لهنا. ولما تأكد انها تراخات ما عادش قادرة إنها تقف على ساقيها وداخت في اللحظة هذيك حتى في القاع وكركرها وجرها من الكتفين متاعها حتى تكشي للحديقة الموجودة في الجهة الأمامية متاع الدار. هما حسب لي قالوا واللي يحكوا فيه في وسط المنطقة اللي هو ما لقوش لا مفتاح الكهرباء ولا مفتاح الدار ولا حتى أي جنس مفتاح، فهمتني؟ فاركسوا منه وشمعوا الدار ومشوا على رواحهم باش ياخذها القضية التحقيق الرابع متاع أريان، فهمت؟ هذا اللي حسب لي اللي يحكوا فيه بالضبط واللي نحكي لك معناه اللي سمعته، فهمت؟ حكم عليهم الحاكم التحقيق الرابع يلزم ما يخو إلا ما يعين على عين المكان، يلزم يمشي يشوف وحده يشوف هو مشي هو كي الجمهورية للمرة الثانية. ودخلوا للدار ولقوا السيد راقد في الصالة. بعد الجريمة بنهار جاني الحاكم يدق علي قالوا لي مدام عطينا فاس، قلت له عليه، قال لي باش نكسروا به باب الفيلا خاطر ما عندناش مفاتح.
هزوا الفأس كسروا به البيت. حتى اللي مبعد داروا الدورة لقوا مكرم في بيت النوم. خرجوا وقت اللي طليت من نقبة الباب نشوف في مكرم حشاكم كلب ومسلسلينه السلسلة من هوني ربطينه حط لهوني مدور 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 كله سلسلة بقى معنا ما كان ساقي تيقف مسلسلينه ومسركلين به حاكم كامل. وقت اللي يمكن دايخ الله أعلم هو يعمل لك والآخر يدزه لك. نشوف فيهم كي يعمل لهم أخزر وصبعي أنا بدي قد متهولي راهو بحرارة الروح ودم يجري من صبعه. مش ثبتوا من هوية القاتل بصفة نهائية. بعثت الشرطة عينات من الجلد الموجود في الأظافر متاع الهالكة للمخبر، وكذلك بعثت عينة من دم متاع المتهم مكرم باش يثبتوا من مدى تطابق الأدين. في جرائم القتل مثلا تحليل جيني نجم يكون عنده دور كبير ياسر. علاش؟ لأنه مثلا إذا نلقاو على الضحية أثار من نجم يكون في أظافر الضحية أثار من نلقاو أديان متاع مشتبه فيه، نقارنو بالأديان متاع الشخص هذا، ناخذ تحليل من الدم متاع المشتبه فيه ونقارنوه بالأديان اللي لقيناه في أظافر الضحية مثلا. إذا لقاو تطابق تام في الأديان نجموا نجزموا لهذاك الشخص هو معناتها من جملة الأدلة، خاطر ينجم يكون اشتبك معاه ومن بعدها انصرف الشخص هذاك وجاء شخص آخر قتله معناتها. أما هو ما يكونش وحده، راهو تحليل جيني ما نجمش الحاكم يعتمد عليه وحده، فما مجموعة من الأدلة مع بعضها اللي يعتمد عليها الحكم. نعتقد التحليل الجيني في العادة معناتها هو اللي يفصل إذا فما شكوك وفما عنده دور خاصة في المراحل النهائية في الحكم بطبيعة الحال. حسيت كأني ثم حاجة، بالحق حسيت ثم حاجة. حذايا سلفي بيض وسلفي جايبينه، خاطر يجيب حذايا قال لي خزرت السلفي قلت له لقاو القاتل. قال لي كيفاش تقول لقاو القاتل وانت لهنا؟ قلت له نقول لك لقاو القاتل. وقت اللي خرج الصورتي حط يده هكا على راسك حتى كانه حط شوك فوق راسي. قال لي انت كوراجا. قلت له ربي ظهر الحق. قال لي الحق ظهر. وقف في الكلوار وعلى يتصالح المرديسي. وقفت قلت له مكرم قتلها. وقتها جونا معناه يوصل الخبر للمنطقة. هيا بر وافرحوا فهمني انا لقينا شكون اللي قتل. الناس كل تحب تعرف توا شكون اللي قتل فهمني. الناس قاعده حتىش القريب معناها صي طلع النهار السبعه ولا ثمانيه نتاع الصباح نتاع من يوم تا غدوه فهمني. من بعد جي وبوه حربت ماشي جاي عليا ماشي جاي عليا. انا شيك ولدي هو اللي عمل، انا شيك ولدي برا يرحم والديك ولدي برا كذا فهمني. حسيرو انا تسكرت عليه بعدوه بالحق من بحذايا هو فهمني. حتى لين جاي قال شكون صالح المرديسي. قال له وين؟ قال له ولدك هو اللي طلع القاف طاح على بلاصته هو ديخ فهمني. انا بقيت ضارب صدمه ما نكذبش عليك. طفل تعقد ما قلت لك عنده الصرع، والصرع هذا يستعمل هو في حرابش اسمه ديباكين دي سون يستعمل فيهم. وكي ما يشربش الحرابش هذاما يفقد الوعي والذاكرة وكل شيء، ما عاش يعرف لا هو شكون ولا وين يسكن ولا شي يعمل وش ما يعملش ولا ما عاش يعرف حتى شيء. يلزمه يرقد ساعة بحكم الطبيب نتاعه، يلزمه يرقد ساعة باش يرجع له شاهد العقل نتاعه يفيق يبدأ مستوعب كل شيء. أبار هذا كله يستعمل معناها في الحرابش هو ما عندها هو إياها الزوز مع بعضها ويشرب هو إياها. معناها تصور أنت في نهار واحد أولا كيف ما قلت لك معناها ما هو شارب دويه وبعد شاربين ومزطل وماكل دويه فهمت
معناها جميع الموبقات اللي خلقها ربي كلها فهمتني، وربي سبحانه ما يخلقش الأمور هذه اللي خلقتها الشواطن متاع العبيد فهمت، معناها هذا من كل حاطهم في راسه مع دويه ما هو الشارب فهمني، تخلط عليه الأمور. فيما يخص أنه مسؤولية الإدمان ولا المواد هذية في جريمة ما، معناها وقت اللي تقع الجريمة هنا لازمنا معناها إكسبرتيز ميديكال في الطب النفسي والمختص في الطب الإدمان ولا علم الإدمان والعلم النفس الإدمان باش نحددوا، خاطر كانوا إنسان متعود على مادة ياخذ فيها ما نجمش نقول تحت تأثير المادة هذيك قام بالجريمة هذية، دونك لازمنا نحددوا المسؤولية متاعه. ينجم يكون هو إنسان مدمن ومريض نفسي في نفس الوقت، دونك ينجم يكون مسؤول عليه الحالة النفسية متاعه في الوقت هذاك، كما ينجم يكون سلوك التعاطي، شنية المواد اللي خذاها، اسكو فما مادة جديدة ولا لا، اسكو فما تخليط مادة مواد ما كانش يخلط فيها نهارتها. فما حالات أصعب وأصعب كما الحالة هذه، يعني اللي قلنا شخصية غير سوية وتنشأة صعبة وظروف نفسية صعبة وظروف مادية صعبة ويدخل في الإدمان، لكن تولي بولي توكسيكوماني، يعني إدمان متعدد، يعني نجم يتكيف ويشرب ويستعمل الزطلة ويستعمل الأدوية المخدرة ومعناها يخلط ويشلط، هنا ما يسمى بالبولي توكسيكوماني، وهي طبعا حالة أصعب من حالة التوكسيكوماني بمادة واحدة، وهنا طبعا يأثر على كل حاجة على جميع يعني حياة بصفة عام، يعني ولي نجم يفركس الفلوس، نجم يستعمل العنف باش ياخذ الفلوس، ينجم يفقد الوعي في أي حركة ويعمل عنف مثلا على الآخرين، ينجم يعمل حتى عنف على نفسه ويعمل انتحار أو يعمل أشياء هكا. يعني الطفل قتل، الطفل ما لقاش شكون يحميه، ما لقاش بو يحميه، ما لقاش شكون يلمه، لقى روحه في شارع شنو باش يعمل. مرة في الشتاء معلقوا من ساقيه في التوتة ولا شنية فهمتني في دار اللي يسكنوا فيها اللي هي حيط في الحيط هي والدار متاع المرحومة فهمتني متاع جارنا، معلقوا غاديكا ورابطوا وثانيلوا معناها ثانيلوا خيط متاع الضو اللي عادوا به الضو ذاك ثانية على ثمانية، وعريان كيف ما جابته أمه كان معناها في الواحد نتاعه وداخل عليها يهودي. بوه يعذب فيه، معناها يميز بين الأولاد الأخرين أولاده الصغار ويميز بينه هو، يمشي يهرب لدار عزيز ولي في تونس. هنا برشا والدين ما يعطيوش العاطفة، ما يعطيوش الحب للطفل، لأنه حتى فقير، لأنه حالة هذه مثلا حالة من الفقر ومن البؤس الاجتماعي وغير ذلك، لكن الفقر نورمال ما ينجم يمنعش الحب، يعني عاطفة أو كلمة طيبة أو حنان مع ولدك معناها من البو ولا من الأم، ممكن هذه ممكن في جميع الحالات. هو ذنوبه في بوه، ما هوش حنين عليه، يميز بين أولاده الصغير والوسطاني وما كرم له. أنا من جملتها خزرت المرت وكتبتي بري أعملي تحليل عش مش ولده، تعملي يا بيتي راه ولد، علاش يعمل مع ولده كاكا ما نعرفش. هو مشى في ساقي، مشى ضحية، ضحية بوه وضحية المرأة هذي. فما برشا ناس في محاولة منهم الهروب من الواقع الصعب والمرير اللي عايشوا فيه، يلتجئوا إلى بعض الوسائل كالإدمان على الخمر والإدمان على المخدرات، وذلك للهروب من الواقع متاعهم. لكن كان يكون من الأجدر ومن الأصوب أنه الإنسان يلتجأ إلى تقوية عزيمته، إلى الثقة في النفس، إلى الصبر للخروج من الواقع الصعب أو ربما الظروف الاجتماعية الصعبة اللي يعيش فيها.